كابتن خالد يا غندور، يا اللي بتقود حملة ليه الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية؟ عرفت بقى دلوقتي ليه الأهلي ما بيلعبش في الإسماعيلية؟ علشان خاطر اللي حصل النهاردة لما مجموعة بلطجية وقطاع طرق يطلعوا على أتوبيسات جماهير النادي الأهلي في الطريق الصحراوي ويكسروها ويدشدشوها ويحدفوها بالطوب، والحمد لله إن ربنا سلم ومفيش حاجة حصلت، وكانت هتحصل كارثة بورسعيد تاني النهاردة. بنحمد ربنا إن هي جت على قد كده. بعض من جمهور الاسماعيلي، وبقولها تاني، بعض من جمهور الاسماعيلي، لان جمهور الاسماعيلي في ناس محترمه، لكن في قله طلعت النهارده اقل ما يقال عليهم ان هم قطاع طرق. ده طريق صحراوي وانت قطعت عليا الطريق وهددتني بيه وعملت لي ارهاب، يبقى هسميك ايه؟ قطع طريق، ده اقل حاجه اقدر اسميك بيها. ويا ريت بقى لما يتقبض عليهم ما ترجعش اهاليهم تعيط ويقولوا ولادنا مستقبلهم هيضيع، كنت ربي ابنك الاول قبل ما ترجع تعيط.